بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج عبادة عظيمة، وقد فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: كل عام يا رسول الله. فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام ذلك الرجل مرة ثانية وكرر السؤال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وبين صلى الله عليه وسلم أن الفريضة مرة واحدة على المستطيع من استطاع إليه سبيلا، وأن ما زاد على المرة فإنه تطوع. الحج له فرض وله تطوع، كما أن الصلاة لها فرض ولها تطوع، وكل عبادة لها تطوع من جنسها. والحكمة في ذلك أن التطوع يجبر به الفرض إذا حصل في الفرض نقص في أدائه، ولا شك أن الفرض هو الأصل، وأن التطوع هذا يأتي بعده مكملا له. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه وسع على عباده أعمال الخير لتكثر لهم الأجور والحسنات، ومن ذلك الحج. الحج جهاد كما في الحديث، لما فيه من المشقة ولما فيه من السفر والتعرض للأخطار ولما فيه من الابتعاد عن الأهل والوطن، فهو جهاد في سبيل الله عز وجل، وليس هو رحلة ترفيه أو رحلة استطلاع، وإنما هو عبادة. يتذكر المسلم حينما يخرج للحج أنه في عبادة، وأن خطواته مكتوبة له من حين يذهب إلى حين يرجع، وهو في أجر وعبادة لله عز وجل. عليه أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مشتغلا بطاعة الله وعبادة الله. فهو كالمصلي إذا أحرم بالصلاة يتجنب ما يخالف الصلاة، كذلك الحاج إذا سافر للحج أو أحرم بالحج فإنه يتجنب ما يخالف هذه العبادة مما يبطلها أو ينقص ثوابها وأجرها، فيكون مشتغلا بذكر الله وطاعة الله عز وجل، وحتى يعود بالثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يخلص النفقة من مال حلال ينفقها على نفسه يستغني بها عن الناس. هذا هو الحج الذي إذا أداه ولم يحصل فيه معصية وأكثر فيه من الطاعات فهو الحج المبرور، وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني الرفث هو الجماع ودواعيه خصوصا من المحرم، والفسوق هو سائر المعاصي تجنبها لأنه في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المعاصي التي تبطلها أو تنقص ثوابها. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.